والله يعني نشوف فيه قرار إيجابي وقرار بالفعل يعني يغير مجريات الأحداث في ليبيا، ونعتبرها أنها هي اتفاقية يعني ممتازة وشيء يعني في سواء كان في الجانب الاقتصادي أو الجانب الأمني أو الجانب العسكري أو بداية تأسيس الدولة. يعني بالفعل أن احنا نبو دولة زي تركيا مثلا أن هي تساعدنا بالفعل يعني في تأسيس الجيش وفي تأسيس الشرطة وفي يعني من جانب التدريبي ومن جانب العملي، فنشوف فيه قرار إيجابي يعني إن شاء الله. يعني هذا ما نتمنوه، هذا ما يعني اليوم أنت عارف يعني العالم كله يعني يشوف لي مصالحه ويشوف لي التحالفات يعني، والتحالفات هذه ما بدش من توا يعني من فترة يعني سابقة يعني عرفوا تتجه الدول للتحالف. يعني أنت وينك من الدول هذه؟ يعني أنك أنت لازم تكون يعني في تحالف جيد يعني بحيث أنك أنت يعني تقب. احنا دولة نحتاج ان نوقف على رجلينا يعني وننطلقوا في العالم هذا. احنا نبو دولة مدنية، دولة ديمقراطية، تداول سلمي على السلطة، نبو القانون يعم في البلد عرفت. فان شاء الله يعني شوف في قرار ايجابي. شكرا. بالنسبة لي أنا أعتبر فيها هي هذه نهاية الحرب، نهاية الهجوم حفتر على طرابلس، هذه هي النهاية الحقيقية، لأن هم متفوقين بالطيران بسره، والطيران قاعد يجيهم من كل مكان، من كل حد بن وصوب. الحمد لله الاتفاقية مع تركيا حتزيد الدفاع الجوي، حتقوي الدفاع الجوي. هذه النتيجة، أنا أعتبر فيها نهاية الحرب اللي صاير. من ضمن الاتفاقية العسكرية اللي هي تدريب القوات النواة الجيش الليبي، كيف تشوفها يعني في الطريق؟ طبعا الجيوش قاعدة تتطور يوميا، واحنا محل كسر من سنوات الله يعني، وهذا فائدة للجيش الليبي يعني مهما كان. بالنسبة دولة مسلمة أعان دولة مسلمة، هذا ما رأته الحكومة الشرعية في ليبيا. أما بالنسبة لنا أنا نوافق على أنه تدخل بالنسبة للدول المجاورة بالاتفاق، اما من غير اتفاق فطبعا لا. وبالنسبه لاخوتنا في الشرق ولا في الغرب ولا في بما يسمى بالغزو على طرابلس، انا نشوف فيه طريقه غير شرعيه. احنا الحقيقه والله لا عندنا فرق بين الشرق والغرب، وبالنسبه للليبيين الدماء كلها تهمنا، سواء كان في بنغازي سواء كان في جنوب طرابلس سواء كان في كذا، فنحن اهل ليبيا وما حس ليبيا الا الليبيين حقيقه. ولكن حاجات فرضت ولكن نطلب من الله أن يهني البلاد.